ايوه جيت شي قدك بخيسك اما ظهر يلزمني نقعد نهارين صايمه فاش تسكر السلسله ليلي هي وقتاش لطيع اخر الشهر من هوني الغاديه تعمل ريجيم صغير تتنقص زوز 3 كيلو وهكاك تتسكر تحب نعطيك النمر نتاع نيتريسيونيست نعرفها ليلي ما لقيت ما نعمل نقوم نقتل في روحي بالشر شبيني يفكرون انا يحبوا يعيشوني على الخاص وزيد انا هكا فرحانه بروحي وزيد خطيبي يموت عليا وانا هكا مساش تعاوني تقفل معي السلسله اي بالطبيعه استنى تعرف والله 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 لو كان ما يجيني شيء لما نتصدر لهم في جبهة امي اتو جي بالك تو شكلي فيها تشيشه من الجناب اتو تولي تجيني تشرى ربي يفضل هيلك امك زاد هكا بصحيحتها كيف ايوا خيتي الشاي في صبرنا وانت كانت ترى بابا لما تقول الدار عايشين في مجاعه المو مسبوع مسيكه وكانت ترى امي لما تقول هي السبب في هذا الكل استنى اشرب كرشك زيد شويه برك اشرب كرشك خيتي وين عندي نزيد تقطع عليا نفس استنى هكا شوي اوه سكرت سيء ليه تقلعت